عندي النهارده كريم فؤاد. كريم فؤاد طبعا الوافد الجديد للنادي الاهلي في لقاء حصري وخاص الحقيقه مع زميلنا شريف شعبان، وكلام مهم جدا جدا جدا. بتحس ان اللاعب اللي جاي من اي حته وداخل النادي الاهلي بيخش كانه موجود بقاله 100 سنه. خلينا نطلع نشوف زميلنا شريف شعبان ونرجع بعد هذا نشوف التقرير او لقاء مع كريم فؤاد وماذا قال كريم فؤاد عن هذه المباراة وعن وجوده في النادي الأهلي، وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم. تحياتي ليك يا كابتن إسلام ولكل متابعي ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. معي واحد من نجوم النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا الفترات الأخيرة كلها كانت بتمني نفسها طبعا بالتعاقد مع كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي. كابتن كريم، بقول لك أهلا بيك على قناة النادي الأهلي، وتحياتي كابتن إسلام شاطر ليك. أهلا بحضرتك وتحياتي الكابتن إسلام. قبل ما تيجي النادي الأهلي كان كل جماهير النادي الاهلي بتتمنى تتعاقد معاك، وبالفعل الرغبه اتحققت. فانت عامل كنت اجتماع جماهير النادي الاهلي من قبل ما تيجي، كنت بتتابع الكلام ده قبل ما تيجي النادي الاهلي؟ اه طبعا كنت بتابع، وكنت جمهور الاهلي كان واقف جنبي في ماتشات انبي وكان دايما بيتفرج عليا ومستنيني، فدي كانت حاجه مفرحاني جدا ان انا قبل ما اجي النادي والناس حباني، فده كان دعم كبير جدا ليا. يعني كريم بيجيد في ثلاث اربع مراكز، الباك رايت والباك ليفت والجناح اليمين والجناح الشمال، ما شاء الله جوكر يعني. اه الحمد لله بلعب باك رايت وباك ليفت ووينج يمين ووينج شمال، والنهارده لعبت ديفندر. تمام، قول لي بقى مع التجربه الوديه النهارده شفت المباراه ازاي؟ تعليمات مستر بيتسو موسيماني وكابتن سامي قمصان ليك ازاي قبل المباراه؟ والله هو تعليماتهم كانت يعني العب لعبك وبراحتك، وبس الماتش الودي بالنسبه لنا كان يعني بنجهز نفسنا عشان خاطر ان شاء الله نبدا ندخل الماتشات، وبس يعني عشان نجهز الفتره الجايه ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي بيعقد عليك امال كبيره جدا، النهارده ظهرت بشكل مميز في المباراه الوديه، ولكن جمهور النادي الاهلي منتظر منك المزيد، منتظر منك التالق اللي كان مع نادي انبي. ان شاء الله انا الموضوع بالنسبه لي تحدي، وان شاء الله زي المباراه الوديه ان شاء الله الماتشات الرسميه هتكون كده باذن الله. يعني مين اول واحد استقبلك جوه اوضه اللبس من اللعيبه الكبار؟ من اللعيبه الكبار كابتن سعد سمير. قال لك ايه؟ خلي بالك دمه خفيف كمان قوي كمان. هو قعد يهزر معايا وبس، فكان بيتريق عليا كده في الاول يعني، وقعد يهزر معايا شويه. بيهزر معايا شويه وبس يعني، لكن كل اللعيبه الكبار معظمهم عارفهم يعني من قبل ما اجي النادي، واللعيبه برضو كلها، فما حسيتش ان انا جاي يعني نادي غريب او ان انا لسه هتعرف على اللعيبه أو لا. الناس كلها انا عارفها كويس، وعلاقتي بها يعني علاقتي بالناس كلها كويسه، فما حسيتش ان انا يعني لسه في رهبه او كده يعني. الحمد لله. سعد الجلسه معاه شالت الرهبه بسرعه. كابتن سعد اصلا من قبل ما ادخل النادي هو بيهزر معايا بره النادي اصلا. يعني انا بره النادي كنت قابلته في كذا مكان بره يعني، فبيهزر معايا من قبل ما اجي كمان. حتى اللعيبه والجمهور كانوا يعني مستقبليني قبل ما اجي. يسهل لك حاجات كتيره جدا. فسهل لي حاجات كتيره جدا، فانا لما جيت ما حسيتش ان انا يعني في مكان جديد. قول لي بقى الكابتن سيد كان حريص يقعد معاك يقول لك ايه؟ كابتن سيد كان بيتكلم معايا في انه لازم تصبر وما تستعجلش، كده كده الفرصه بتيجي، لازم لما تيجي تكون قدها، ما تستسلمش، ما ترميش الفوطه، بس يعني ده كان كل الكلام. بيتسو موسيماني برضه تقريبا خلي بالك كان مقتنع بيك واتكلم وكان بيتكلم عليك كويس قبل ما تيجي كمان. هو تقريبا كل الكلام كان في النقطه دي، خايفين ان انا مثلا ممكن اتضايق او كده، ان انا مثلا ما لعبتش او بس، ده يعني مش صح، انا عمري ما هتضايق. طبيعي انك بتضايق عشان ما لعبتش وكده، بس اهم حاجه اهم حاجه مصلحه الفرقه والكويس يلعب واللي جايز يلعب، فاحنا بنستعد ان شاء الله. ايه المركز المحبب الى قلبك في الاربع مراكز دول؟ هو انا عندي مثلا الباك رايت والباك ليفت بالنسبه لي بقوا واحد يعني، ما يعني هنا او هنا ما عادش في فرق بينهم، بس فانا بالنسبه لي الباك المركز المفضل يعني سواء يمين او شمال. طب لو اتكلمنا عن اليمين، معانا واحد في الاستوديو كان نجم في ناحيه اليمين كابتن اسلام، انت اعلى ولا هو؟ اكيد هو طبعا. أكيد. انت خليك بص خليك يعني جريء وقول بصراحه ما تخافش. هو صراحه اكيد هو يعني اكيد. طب ايه اللي كان عند الكابتن اسلام مميز فيه قوي؟ مميز فيه قوي كان عرضياته كانت متقنه جدا يعني، وكان قوي وسريع. ف طب قول لي مين احسن باك رايت شفته في اخر 10 سنين او 15 سنه؟ في مصر ولا بره؟ داخلنا في مصر. في مصر اخر 15 سنه كابتن احمد فتحي. طيب قول لي بقى انت بتلعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال،
في مصر القصة هنا يعني، او في النادي الاهلي في اتنين على اعلى مستوى، عندنا اكرم وعندنا طبعا محمد هاني، وفي الناحية التانية علي معلول ومحمود وحيد. شايف المنافسة عاملة ازاي في المركزين؟ والله المنافسة في المركزين هي بالنسبة لي مفيدة، يعني المنافسة بالنسبة لي مفيدة جدا. الاربع لعيبة كلهم كويسين وكلهم مستويات عالية، حتى زمايلي اللي في الفرقة في كل المراكز كلها مستويات عالية، فدي حاجة بتضيف لي أصلا يعني كمستواي أنا بيعلى طول ما أنا موجود مع الناس دي، وبنتطور والمنافسة بتتطور يعني. تمام. حلم أي لعيب يلعب في منتخب مصر بتتمنى ارتداءه تيشيرت منتخب مصر؟ أكيد طبعا، أكيد يعني ده حلم برضه من وطموح ليا من زمان. في الاختيار الأخير ده كان عندك أمل تخش ولا قلت لا لسه بدري لازم أثبت نفسي مع النادي الأهلي الأول؟ لا، ما كان لسه برضه يعني لسه يعني محتاج إن أنا أثبت نفسي أكتر وإن أنا أشارك أكتر أكون موجود بصفة أساسية إن شاء الله. مستعجل اللعب مع الأهلي بسرعة ولا هيجي اللعب؟ هيجي اللعب. هو طبيعي إن أنا مستعجل عاوز ألعب، بس عاوز ألعب اللي هو يعني هو كده كده اللعب هيجي، بس أنا مستعجل إن أنا عايز أكون موجود وعندي الشغف إن أنا عايز أكون موجود في النادي الأهلي وعايز ألعب في النادي الأهلي، فعاوز ألعب بصراحة. البطولات اللي جايه كتير، واولنا الستارت بتاعنا بطوله افريقيا. جمهور النادي الاهلي اي بطوله بيخش فيها بيبقى عاوز يفوز بيها، بطوله افريقيا، بطوله الدوري، اي بطوله يعني. طموحاتك ايه مع بطولات النادي الاهلي الفترات المقبله؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله طموحاتي ان انا اخد كل البطولات. وده طبيعي النادي الاهلي كده. اكيد. شايف البطولات كلها الفتره الجايه طبعا صعبه، هي بطوله صعبه، ولكن الاهلي ممكن او من وجهه نظرك شايف البطوله الاقرب ليه الفتره الجايه ايه ممكن الاهلي يشتغل فيها كويس؟ البطوله الاقرب للنادي الاهلي ان هو ياخدها يعني السوبر الافريقي، اقرب بطوله يعني ان شاء الله ياخدها، وان شاء الله ان شاء الله يعني نحقق حاجه اعلى من السنه اللي فاتت في كاس العالم للانديه. اتفرجت على كاس العالم للانديه المره اللي فاتت امتى؟ فين؟ في اي مكان؟ في اي مكان كاس العالم للانديه؟ كاس العالم للانديه اتفرجت فيه في البيت. قلت يعني نفسي العب مع الناس اللي بتلعب في كاس العالم. والله انا في البيت عندنا كله اهلاويه وكلهم يعني هم مشجعين يعني هم وعصبيين كمان، فبالنسبه لهم يعني كان نفسي اكون موجود معاهم صراحه، وهم حتى بالنسبه لهم يعني كان نفسهم انا اكون موجود مع الفرقه، يعني حتى لما بنيجي نتفرج على ماتش سوا بتاع شد حيلك ركز مش عارف ايه تعمل كذا ما تعملش كذا، فهم في البيت حتى بيقعدوا يعني يتكلموا كده بلسان الجمهور برضو. اني نهائي افريقيا شفته اخر نهائيين النهائي دوت ولا اللي قبل منه؟ اني الامتع بالنسبه لك؟ اللي قبله طبعا. اهلي وزمالك طبعا نهائي القرن. اكيد. شفت الماتش فين الاول؟ شفت الماتش فين؟ كنت شفته مع واحد صاحبي، كان جاي لي هو من البلد، جاي لي بات معايا قبل الماتش بيومين ونتفرج على الماتش سوا. عملت ايه في القضيه ممكن جول قفشه؟ عملت ايه في جون قفشه؟ هو انا بصراحه في كنت بتفرج في كافيه، انا ما يعني زي كل الناس اللي عملت يعني زي جمهور الاهلي كله، نفس اللي الناس كلها عملته انا عملته. توقعت الكره وهي جايه له وبيسندها على ركبته لا لا توقعتها ان هي تعمل زي الكرباج كده. قلت له ايه ما دخلت النادي الاهلي؟ قلت له ايه؟ لا هو قفشه برضه صاحبي من زمان، قلت له وقتها. قلت له ايه؟ بلا باركت له الف مبروك وبتاع وفرحتنا كلنا. جمهور النادي الاهلي بيعقد عليك امال كبيره جدا زي ما كان بيطلب التعاقد معاك او بيطالب بالتعاقد معاك، عاوز بقى الفتره الجايه تثبت نفسك كويس جدا وتتالق مع النادي الاهلي باذن الله. باذن الله ان شاء الله، وان شاء الله اكون قد المسؤوليه وقد دعمهم ليا ان شاء الله. كلمه لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بوعدكم ان انا اطلع كل مجهودي وما بخلش بنقطه عرق واحده، وان شاء الله ان شاء الله نحقق كل البطولات اللي هنشارك فيها. عاوز تقول حاجه كابتن اسلام؟ رب زيه. يا رب باذن الله. شكرا لك حبيبي، ربنا يخليك. شكرا كابتن اسلام. ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي كريم فؤاد الوافد الجديد. يا رب باذن الله يتالق، يا رب باذن الله يتالق ويبدع في مركز الباك رايت. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان. شكرا طبعا لكريم فؤاد، الحقيقه واحد من اللاعبين الجيدين جدا اللي بالفعل كان كل جمهور النادي الاهلي بيعلق خلال الفترة القادمة أمال كبيرة على هذا اللاعب، سواء ناحية اليمين أو ناحية الشمال أو حتى في وسط الملعب. النهاردة شفناه الحقيقة بيلعب في وسط الملعب وأحرز هدف، بيكمل كويس، ربنا يكرمه إن شاء الله والفترة القادمة تكون فترة جميلة لي وللنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع أتكلم مع حضراتكم عن كارلوس كيروش ومؤتمر صحفي، الحقيقة في بعض الصدمات اللي قالها كارلوس كيروش، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.